عايشه ما تعرفش فين تكون مشدبه. لا سيدي انا بقى فيا الحال كاع. دارك هذه الطيب اعتبروها بحال داركم الا قبلتوا عليا. حنا التراب ديال رجليك غير ما بغيتش نبسلو عليك وصافي. عندي بنت عندها 18 عام وولد كيقرا في الجامعه وفي الاخر بلا حشمه بلا حياه نوض نقول لهم انا حامله. عندك تقول لي بغيت تحيديه؟ كاين واحد جينيكو كيدير لاسبيراسيون اون بتيت انترفونسيون. تعرفي الا مشات طرات لشي حاجه لهادشي اللي عندك في كرشك ما غاديش نعقل عليك. واش حنا دابا اللي غنقصو انت اللي غتخرج راه حشومه هادشي؟ ايوا راه ما جاتش انا عزري ونبات معكم نتوما غير العيالات في الدار. سامحي لي يا اختي انا اللي درت لكم هادشي. ما تخافيش اللي خلقنا غير رزقنا. طيب يا الهبيله مالو ورا جاب المراه وهاد العماره فيها غير العائلات. واش انا ما عنديش حق يجي عندي الضياف؟ انت ما عندكش لا كارتاسيونال لا حاله مدنيه لا تورق. انا سولت على هاد القضيه قالوا لي غادي خصك تدعي باك. ما عرفتش الطيب كون ما كنتش في طريقنا شنو كان غادي يطرى لنا. اودي راه ما عرفتش شكون اللي جا في طريق الاخر. انا وقيل الله كيبغيني صافتكم ليا تونسوني. طيب يا طيب ودخلتي لكل جيب. انت سالي بركه من هاد البساله. شكون انت؟ ويلي حفيظه الجار اللي فوق منه تقدري تقولي بحال داوي فيا. داوي فيك زعما خطبك بحال داك الشيء. صورتك الله يخلف عليك خصنا نشوف حالنا. صافي نحست. اشرحوا لي دابا شنو هو المشكل. غادي نمشيو بحالنا. فين غادي تمشيو؟ ارض الله واسعه وكبيره. ما فهمتش. انا خرجت الصباح خليتكم بالصحه والسلام مالكم تبدلتوا شطره؟ فين هو المشكل؟ دابا ما كاينش مشكل ولكن خصنا نمشيو قبل ما يولي عندك انت مشكل. شنو المشكل هذا تزاد عليا عاوتاني؟ واش نتوما باغيين تفقصوني باغي تطرطقوا لي المره نتوما بجوج راه غنجلسوا هنايا حتى الصباح هو يقول لك شنو المشكل انت تقول لي ما كاين مشكل غنمشيو غنديروا لك المشكل مثل المشكل واقول شنو هو المشكل ولا غنقول انا؟ صافي حنان ملي نتفق اختك غادي نمشيو في حالنا. ما غنمشيوش في حالنا اختي ما غنغطيوش الشمس بالغربه. لا ما غاداش في حالي انا اللي غادي نقول لك. شوف المشكل وقع ملي جاتنا هاد الكيكه الصقعه. شكون اللي جابت الكيكه؟ هذيك حفيظه نزلت لينا هاد الكيكه الصبعه وبدات كتلكز ليها قلبها بواحد جوج كلمات قالت ليها باللي راك انت داوي فيها. هذه بقات كتسمم وكتكرد وما عندهاش لاش تكذب عليك. انا غادي نفرح لكم الله يكمل بخير. والله يديك عايشه. اش من ميلوده واش من كيكه؟ ما سميتهاش ميلوده سميتها حفيظه. وحفيظه ولا ميلوده انا عندي بحال بحال. انا الجيران كلهم ما كنعرفهمش الا وصلت مع شي واحد السلام ما تنفوتهاش. وقالت لك انت كتموت على الكيكه ديالها. وهادي كيكة هادي شو كيكون لها مدقصة زايدة فيها الخميرة من الأول وشاعلة الفران من الفوق قبل الوقت. شنو زعما تكون كتبات علينا؟ باينة فيها من عينيها كدابة. أنا الدخلة الأولى اللي دخلت بانت ليا كدابة. ما تشوف فيها لا أم حملة شادة في حبل. أنا جاية. فين غادي؟ غادي نمشي نلكز ليها واحد جوج ديال الكلمات ونرد ليها كيكتها. واش أنت شغلك في هادشي جلسي الله؟ إيه ولا شغلي دوي مع السيد دوي مع السيد دوي مع السيد. ديرها ديرها. أوه ماي جاد نسيت ما نقولش حنان تقول لحفيظه ثانك يو. شنو؟ تقول لها ثانك يو. علاش؟ اي واحد حفيظه هي اللي خلاتني نعرف بان عويشه كتغير عليا. انت يا عويشه. انا فرحان فراسك. علاش فرحان؟ زعما شنو؟ حيت بنات العماره كلهم رادين لك البال؟ لا، حيت كاع بنات العماره خلاوني نعرف بان عويشه كتغير عليا. اش كاين اش كاين؟ هاك اختي امانتك. هذه الكيكه اللي صيفطت للسيد الطيب شتك مرجعاها ليا. هي هذه الكيكه اللي صوبتي سيدك الطيب. سيدك الطيب ما بغاهاش. علاش ما فهمتش علاش ما غايبغيهاش؟ انا غادي نقول لك علاش. اولا ملي كنبغي نصاوبو كيكه ما كنديروش الخماره من الاول. ثانيا ملي كنبغيو نطيبوها ما كنشعلوش الفران من الفوق. ثالثا الكيكه ديالك جات مدقصه وما كتكالش. السيد الطيب غايقول لك عليا انا هاد الهضره زعما؟ هي قالها وزادك رابعا قال لك اختي هو ما عمرو عرفك ولا هضر فيك ولا هضر معاك. وهاد المره هادي الله يعطيك الصبر ما بقاش تجي تهضري ليه في مرته ومت ولادو. كيفاش مرته ومت ولادو؟ ايه سطري لي عليها. انا خت مرته ومت ولادو. نمروده لا ما شفتش ثانك يو عاوتاني هاي 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 على الفقيه اللي كنتسنى
منا وبركت ودخلت الجامع ببوط وما حشمتيش. اش من فخي علم كدوي؟ كنهضر على هاد خينا اللي جالس حداك اللي جالس كيتفلى علينا وكيقول لك الحق ما كنعرف حتى وحده وكيعرف العماره كامله وجالس تتسطى علينا. لا خديجه الحق واقيلا ميلوده لا ما نعرف لها واقيلا سميتها السعديه والسيد هو راه كيعرف كل شيء. حنان الا كنتي كتضحكي هادشي راه ما فيهش الضحك. ما تنضحكش معاك سيده. دخلتني حتى لدارها وراتني الالبوم ديال التصاور وانت جالس كتشربها في الحليب وداير مع راساتك الخطبه ومفوج ليا مع راساتك وكتضحك علينا كيسحب لك حنا بنات الناس شيطات ولا شنو؟ حنان اي دونت لايك ذيس. ما تضحكيش معايا الضحك. ما كنضحكش معاك تنقول لك الحقيقه حنان. راه كيسلم هاتي وقت راه كنضحك معاك. تنقول لك ما كنتفلاوش بهذا الشيء. غندير فيك شي مصيبه نوضي فختي 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 ما عرفش الواحد يقجم معاكم شي شويه نيري كسرقتيني. ديما تنقول راه ما كنضحكوش بكل شيء. نسيتني كاع شنو كنت غادي نقول. خير اوكي السمسار قال لي واقيلا واحد الطرغه غادي تدخل. الحمد لله فيها ثلاث البيوت صالون كوزينه وحمام. واش من نيتك؟ انا قلت لك غير بيت وكوزينه. واش انت باغي تسكنني في دار الباشا؟ بيت وكوزينه ما غيقدناش عائشه. ما غيقدناش؟ كنت كنتمنى نقول لك الهضره في شي فرصه احسن من هذه ولكن anyway ليلي عليها عائشه تقبلي تزوجي بيا. صمتي الله عليها سلعة. مالكي حنا قابلين. اشنو قلتي عايشة؟ لا لا قلت لك قابلين. شوف انا كحوز لي تدير العقد. حشمت شوية تيرا تخطبتي زعما. صافي دابا شرينا مرة أخرى شري الكسفرة لالا ولكن شري بالطالون ماشي بحال وريت الكيكة غضبانة أختي عزيزة الطيب عزيزة أنت راك جنية أنت اليوم تموت بالسم زيدي والله عرفتي اختي كون خديتي لك تاتي شي حاجه كان غادي يفرح ليا قلبي. لا لا انا ما محتاجه لوالو هاد الساعه. خدي غير انتي اللي خصك تخرجي. كيد بشويه ما عرفتش غندير ليه. ويلي اش كديري الهبيله؟ غنعاد الصباط. راه بكري كان كيقول لك عدي الصباط قبل ما يعدك باش ما يدبرنيش. بقيتي ولا مالك؟ شتي اختي كون خليتيني انا خديت هذاك الصباط ديال الطالون كان عجبني مسطيني. هذاك الصباط الطالون ما تعرفيش تمشي بيه. علاش ما نعرفش انا نتمشى بيه؟ على مالو دوك اللي كيتمشاو بيه حسن مني؟ مالهم هما ملي بغاو يلبسوا المره الاولى دخلوا عليه السكويله باش تعلموا المشيه. شوفي هذا شحال زوين هانتي على من زويناتو غتلبسيه غادي يجمع لك رجلك يبينها صغيره. انت مالا رجلي صغيره اللي سمعك الا رجلي يقول لك نلبس 47. شوفي وكيتسيره وما عمره ما غادي يقدام هاكي. ما تحسسي صافي من اللي عاجبك نخليه. اش غنقول لك نمشي نطلق شعري ونجي. اجي انا نطلق شعرك على مالك غادي للسينما؟ راك غادي للعجينه والطحين. راه والله لقاو لك صغبه في العجينه يا حتي يسمعوك الهضره اللي ما عمرك ما سمعتي. شتي انا ملي غنتعلم انا الحلوى هادي غادي نبرد بعدا كي نغدي انا الاولى غادي نشبع حلوى تنعرقها مع راساتي عاد غادي نصاوبها باش نبيعها لعباد الله. انت راه ما غيخرج عليك غير ديك الكرش. سيري طلعي على اختك. طيب ما عاد فين تعطلت هو. السلام عليكم. طيب فين تعطلتي؟ يس اي نو ام سوري هيد دزت نشوف السمسار ولا الاول بلاتي الصور ديال دارك لاله البنات مبروك عليك. مبروك علينا. شناهو 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 قلتي؟ علاش غادي نمشيو من هنا لهنا عاجبني علاش غنتحولوا؟
كيف قلت لاختك عيشه هاد الدار ماشي ديالي، راه كنخليها ليا داك الانجليزي اللي كنت خدام معاه، ودابا مسكين توفى وجاو الورثه بغاو ياخذوها. ايوا نعنو دابا غادي نمشيو كلنا للدار الجديده. شكون حنا؟ نتوما وانا. علاش غتمشي معانا؟ حنا تجاوجوا بوك ونكرهوا لك وشنو؟ علاش مي نو 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 شيز رايت يا بليز. انا ملي ما تولولي تيار الحق حق. لا لا خليها صافي معليش. سيري سيري شوفي اختك واش وقت. سيري سيري. اوكي غنمشي ولا غنبقاو هنا؟ انا كنتسناك انا موجود. يلا زيدي سيدي غنديك عندو راه معلم كبير. صافي عزيزي الحلوه ديالو راه تدخل غير للطيور الكبار. سمعتيني؟ صافي واخا فيا الخلعه. علاش هاد الخلعه؟ سمعي هذيك الشويطينه انتي نقصيها من الهضره، حلي لي هذوك العوينات والودينات وسمعي اش تيقول لك. واللي ما فهمتيهاش سولي عليها الشاف. شكون الشاف؟ السيد اللي غادي يعبيك عندو. انا ما فهمتش يعني دابا واش هو شاف ولا كيطيب؟ هذاك المعلم الكبير ديال الطياب والحلوى وداكشي كنقولوا ليه شاف. دابا انت شاف؟ يس. انا ملي غنتعلم غنولي شافه. ابسولوتلي شاف حنان. لا انا ما راه خصك تقول لي شافه. لا حيت من بعد غادي نشرح لك، انت غير تعلمي وغادي يكون خير ان شاء الله. ولكن عزيزي انا رانا ما قارياش. حنان امك وجدك الله يرحمهم واش كانوا قارين؟ لا. وفين كانوا مخبيين الشهيوات ديالهم؟ في الدماغ ديالهم. ايوا صافي تهنتي غتحلي العوينات والودينات وسجلي ليا في هذاك الدماغ تهنتي. صافي تهنيتي عزيزي، اختي عيشه غادا تفرح مسكينه ملي اختها غتولي شاف ضربات علينا تمام. ايوا الله يغلب لي ونعوضها. امين يا ربي. يو نو حنان واحد النهار غادي نسولو كنقول لك حنان فين غاديه؟ ما غاديش تقولي لي انا غادي نتعلم. غتقولي انا غادي المحل ديالي. صباح الخير. صباح الخير. كلشي بخير؟ الحمد لله. وجدتي الكوموند ديال رشيده؟ مولا الطوموبيله البيضاء واجده. شوف ما تعطيها الكوموند ديالها على ما عطاتك واحد 200 درهم كنسالها لها من الكوموند اللي فاتت. انا كنقول لك يا اختي تعطيتيها الكوموند وما خلصاتش والله تنقطع عليك من السيمانه. لا 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 انا اصلا زديت لهاد المهمات هادو ما عندك مني تخافي. الا سولاتك عليا قالت لك فينا هي قول لها السيمانه ما جاتش المحل ما عرفتهاش فين. علاش؟ وانت شغلك شتي وليتي كداخل في الشاده والفاده. يلا دخل تقضي شغلك. حنان بغيت نسولك واحد القضيه. عاود هادي اش قلتي شنو هي؟ حنان قد القب قد السطل الحرفيه هكا الشاف حنان راه ضربت عليها تماره. واخا الشاف حنان راه بغيت نقول لك على الكوموند ديال المحاميه قال لك البنات راه بغاو اللوز. ولا لا بغاو اللوز البلوز راه خليته لهم انا عند ايدار. تاش جالس كدير هنا؟ راه خليت اللوز عند ايدار. وانا ما في خباري اش ما قلتوهاش ليا؟ وعلي انا خصني كلشي نبقى نقولو لك تاش كدير هنا؟ خصك من نيتك راسك تعرف باللي راه السلعه كلها اللي كنتقداو كتقداوها من عند ايدار. سير جيبها عطيهم يخدموا. واخ شحال كاين في لاكاس؟ كاينه واحد 200 درهم. راه عليا. علاش بغيتيها؟ وانت شغلك هويلي ورزقي هذا وسير كتحاسب معايا فيه. قلت لك ها راه 200 درهم ها راه 200 درهم. عاون نهار السبت ملي تجي تدي فلوس لاكاس ما تقوليش لي راك ديتي 200 درهم ولا ديتي 300 درهم وتمسحي السما بليكا. المهم عقلي هاي ها واش هكا وجه الشيطان. قولي انا مرت حاجة مينا الجبيريه شحال؟ 06 06 جوج خمسة جوج خمسة جوج جوج صافي صافي هي طلعت لي. أهلا السلام عليكم الحاجة مينا. ربي يخليك يديرين الدريات كيعيطوا. الله يطول لنا عمرك الحاجة. شوفي راه عيطت لك على داك الكوموند اللي كنتي وصيتيني عليه. ها هي ديال 100 مسمنة ياكي 100 بغريرة 100 بطبوطة 50 رزايزه جوج كعبه وجوج ونص ديال غريبه البهله وجوج ونص ديال الخلخان. ايها الحاج لا لا تقريبا كلشي موجود غير هو عيط لك. الله يعطيك الخير الحاج تصيفط لي واحد 1000 درهم باش نقدر نكمل لك الكوموند. الله يكبر بك الحاج ربي يخليك.
ربي يخليك الا عيطت نجات من طاليان نسلمي عليها ونزها ونزها. السلام عليكم. ربي يخليك. سلام سلام. تقعد لك مع بناتها غشريباتي تقول لها تسلم على نزها. فين تعرفت نزها؟ واش ما كاين غير عادي الصواب وصافي. سي سير تقضي شغلك. سير الشيف حنان. اش بغيت؟ بغيت نقول لك واحد القضيه. قول. بغيت افونس من هاد لا كوموند جديده ديال 50 بغريره و60 بطبوطه و40 بهله. اش تبقالس كتحسب ليا خويا؟ هذه هي التابعه وانا كنقول المحل مالو ما غاديش يزيد لقدام. سير تقول قبل قلت قول بغيت افونس لقيتو حتى انا. يا مصيبه ها باش ما مزيانش تدوي على الفلوس قدام الخدامه ديالك. انت ما عارفش راسك شحال كتقام عليا الشهر. الو عيشة. الو حنان. صباح الخير اختي. كي صبحتي؟ كي دايره هدى؟ لاباس الحمد لله. لقيتيني كنوجد الفطور ديال نادا. اجي نقول لك تمشي للحمام. الحمام دابا؟ والله ما كرهتو ني تنسخن عظيماتي. عرفتي العرس ديال البارح ما سالا تالي نولين. والله الا رانا مدقدقه. ايوا صافي انت انا غنمشي نتقدى خضره للدار ونطرقك انا وهدى ونمشيو. صافي حبيبتي. صافي وقت عيق تعي خليني نعطي لاختك ويز الحليب قبل ما سلت عليا راك عارفاها. يلا واش دير راسك انا جاي. يلا بسلامه. السلام عليكم اختي. السلام عليكم. ارى لي حتى ديك القفه ديال القضيه. اخ سلام. الصباح وانا كنقلب على السميه صافي لقيتها. شنو اللي لقيتي؟ غيتا للتعمير. شنو هي غيتا للتعمير؟ سميت شركه جديده واول اقامه غادي نبني غادي تكون في سميتك على لا. اللي خطاك عليا تستاهلي اكثر. وا فوقاش عوال؟ شنو لا ريسيبسيون؟ صافي الخير ديال هذا الشهر غير يكمل الكونطابل شي ورق. مبروك عليك. غتعطيني عام ولا عامين غادي نبني اكبر مجمع سكني غادي نخلي لهم سميت دريس الصايري متورخه. ما نخافش عليك. ايوا انت مالي انا؟ شحال دابا حنا ساكنين هنا في هذه الفيلا هذه؟ شنو بغيتي تنسينا الزرده ولا شنو؟ ما غاديش تدخلي لنا الفرحه. شفتك غير سكنتي وسكتي. لا ما نسيتش. شوف غنديرهم بجوج في اخر الشهر ديال الشركه الجديده ودخلوا مع الفيلا. ايوا لالا وفين نديرهم؟ هنا في دارنا. نديرهم هنا؟ اه كيطيحوا عليك شي افكار. انا ما طاحتش عليا. ما نديرو هنا مزيانه. ما كرهتش غير تنبقى جالس معاك النهار كامل ولكن ما نقدرش. دير مع الكونطابل كيسعيني. او سير الله يعاونك. خليت لك الرار. ايوا بارك عليك سنتي من القهوه. هيا راه هي اللي كدير لك الاعصاب. صباح الخير. صباح الخير اختي. يا اختي والله ما فيا. راه تاكلي بزمنك عاد تخرجي. ها هو التمر باش محمره هاد الصباح. الحبه السوداء. واخا نشرب جغيمه ديال الحليب صافي. راه هادشي باش كبرتي. كبرت كامل الكمون الصوفي والكرويه والحلبه. شوفي راسك دابا اللي وليتي كتعفري على هادشي بحال تقول ما كتاكليش. اختي واش عارفه راسك كديري لي هاد الحاله كل صباح؟ وكل صباح كتاكليش. واخا اختي غير نشرب جغيمه الحليب عافاك وصافي. يلا يا اختي تميره يلا صافي راه ناكل. لا كليها قدامي. ها هي اختي. لا 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 كوليها. غناكلها اختي غناكلها. غناكلها. لا كمليها قدامي عاد خرجي. ها صافي. ايوا شفتي؟ يلا بسلامة اختي. زيد حليب. تطول تطول بسلامة هنا اختي تطول. الله يسهل امرك. الله يفتح عليك ويبعد عليك ولاد الحرام. امين اختي. Good morning, Azizi. Hey,
Good morning, darling. How are you? I'm fine, and you? I'm good. I'm better. فكرتيني. البارح بنت البكية ديال الضوا فوق الطبلة. نورمالمون فيها 20 كومبريمي. ونعطيتها لك هذه السيمانة. يعني خاصك تكون شربتي 14. شي حاجة ماشي هي هذيك. لا لا كلشي وحدك. أنا لقيتها غير يومين وحسيت براسي مزيان. وخصوصا ملي أختك دارت لي الملح الحية في ظهري. I feel better. درت لك شنو؟ الملح الحية. I swear it's the best. لا هاد اختي عيشة دايرة لي المنافسة. عزيزي حنا درنا السكانيغ السيمانة اللي فاتت. وانت فيك سياتيك وماشي الملح الحية اللي غداوي. على حسب الدواء اللي عطيتيني مزيان. غير بعض الحبات راه قداو. عزيزي دو ما كنلعبوش معاه. عطيتك تشرب البكية كاملة إذا غتكملها كاملة. واخا الدكتورة ديالي غتبقاي على خاطرك. إلا بغيتي غادي نشرب بكية كلها في دقة واحدة. غير أنا ما عنديش مع الكينات بزاف أبنتي. ماشي مشكل عزيزي. ياك ما نقلبهم لكبار. نو واي. صافي تا الكينات كيعجبوني. As you like. Thank you. يلا تهلا لي فراسك. أنا خاصني نمشي نخدم. ولا احتاجتيني في شي حاجة عيط لي. Of course. Have a nice day. Thank you. Bye. مشي عليك في الطريق أبنتي. Okay. لاباس عليك صحيحتك لاباس مخبورات هادي رقية اختي مالك والله اختي حنان الحشمانه منك علاش اختي حشمانه مني ياك لاباس عندك الكليانه اللي جبت لك كنسحب لك كمان جيبها عندك يا ودي رقية معليش الشيطان تاتي واش انا غندي على رشيده دخلت عليك عبد الله قولي لي صافي داكشي راه داز راه هاد المره هادي جات باش تاخذ واحد الكوموند وانا نحرش على داك المقصدر ديال جواد قلت ليه ما طلقهاش غير ما مكنات لك 200 درهم راه دات الكوموند ديالها وخلصت وزادت مع الطريق وياه عاد من كترات وعاد من قلات اش كيقول لك رقية اختي كيقول لك الجود من الجدود ماشي من الموجود اش غديري يا حبيبتي الواحد خاصو يسلك هادو هما الناس وهادو هما الكليان وهادو هو البيع والشراء وتهلا لي فراسك سلمي على موضوع اهلا رقية اهلا لاباس عليك سي عز الدين الله يطول عمرك سلام عليكم السلام عليكم كي دايره الوالده الحمد لله صوف خير وربح لاباس عليها الله يطول عمرك سلم لي عليها بزاف مبلغ صوف صباحك مبروك بارك الله فيك شكرا تبارك الله وصلاح ما شاء الله تخلت عليك بالله لما قول لي هاد الفم بلا عار ولد من هو اللي ما عرفتيش هو السالكة اللي كدير الراندة شنو السالكة اللي كدير الراندة هو اللي ديك الغلايضة اويلي تي هذا ولد فايطينه ايه كتكذبي والله العظيم لا هو هذا تبارك الله وصلى على النبي اختي على مزينته هذه اللي تقول والده العزري ماشي قوت المناطح بلا فايده تبارك الله مزوج لا مازال ما مزوج فاش خدام محليم في بلاصه في اكادير تبارك الله وصلى على النبي ما شاء الله عليه مشيت في بالعين الخايبه الخمسه والخمس يا اختي وها انت شوفي لك والده الزينه حنان دابا الضربي الدري بالعين اش غنضربو بالعين انت مالك دايره رقيه بحال هكا كتفكريني غير بنتي مالكم اختي محاميين عليا انا عا كنشوف الزين حب مولانا شوفي يلا يلا شوفي معي واحد كتبين تقولي والله ما نصيب خاصني نمشي دابا نهز بنتي نمشي عند اختي عائشه تابعنا شلا وبلا والي تهلاي فراسك وبيناتنا التليفون شوفي سلمي لي عليها بزاف حتى انت اختي تهلاي لي فراسك وباني في المحل قرقبوا لنا بشي شويه راه غبرتي كوني هاني دابا ندوز عندك حاجه جي رقيه جي شنو هاني بريم كيجي بزاف مره مره عليها مع العطال يوم مزيان ملي تلاقيته اليوم نمشي نقول لمو على سلامة ولدك صافي سيري صوب من محل مات صافي سيري عند ابو ليلى على سلامة يلا بسلامة اختي حالة سلامة حبيبتي هدى 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 بس ماما جيران سمعوك هم لي اختي الجيران سمعوني فين كنتي تيا قولي نعم غدا ندخل ندوش علاش غتدخلي تدوشي بالسلامه مالك اختي قولي غدا ندخل نتشلبط بالميوهات ونضيع عليك الماء واش ما بغيتيني ندير الكيس في الدوش تصرر كيديروا غير الصابون وكيخرجوا هاتي قلت لي يا حبيبتي هذوك راه نصاره كيدوشوا يوميا حنا خاصنا من السيمانه للسيمانه نمشيو نحكوا سيري جمعي حوايجك راه غادي نطرقوا خالتك نمشيو للحمام يلا طقي راسك انا ما غاداش معاكم انا ما ندوزش نص نهار في الحكان ونص نهار الاخر كنتسنى تحيد مني السخفه عرفتي لما مشيتي جمعتي حوايجك دابا غنصل الصباط من رجليا ونعطيك القنه باش تعرفي السخفه ديال البصح يلا سير جمعي حوايجك ماما الله هذيك راه دايره مع صحاباتي نمشي للمول اش غتمرمري في المول اختي عندك فلوس المول ولا بقات في غدا انا جايه من المول انا غدا للمول واللي ما شريت نزه سيري جمعي حوايجك ويلا غنمشيو في حالتنا الحمام طلقي راسك حسب الخطوات جنبي أنا غنجاوب سيري جاوبي
سيري حسبي الخط، سيري كيف كتخرجي فيا عينك؟ يلا سيري جمعي حوايجك. الو كي داير لبس عليك؟ العفريته كانت واقفه حدايا ما خليتنيش نهضر داكشي علاش. لا انا توحشتك، واش قلت لك البارح في الليل واش نسول عليك؟ تا تخشيت في الفراش. ويلي لا ما فراسيش بصح. صباح الخير يا ماما. صباح الخير بنيتي، مزيان اللي فقتي تمشي معنا للحمام. لا ماما غير سيري كتجينا السخفه في الحمام. السخفه؟ علاش ما قلتيهاش ليا نقولوها لنادا؟ علاش خصك تقوليها لنادا؟ راه كنحس راسي مخنوقه فاش كنمشي للحمام. على الخنقه سهله بنيتي، مالك قولي لي شنو عندك؟ نقول لك طريقه اخرى، وما كنحملش الحمام، ما بغيتش نمشي للحمام، ما عنديش معاه وصافي. ايوا قولي هكاك ماشي تبقاي تخلعيني عليك. صافي. فين غاديه؟ بغيت شي حاجه حلوه. ياك ما طاح لك السكر بنتي. واش من سكر ماما؟ انت غتبدا عاوتاني ما غير تشد شي حاجه حلوه. وسيري راه كاينه واحد الطرطه ديال خالتك في الفريجيدير. لا كان ديال التفاح اعتبرها ما بقاتش. صحتك الحبيبه. يعطيك الصحه ماما. نعم. اهلا. وصباح الخير. صباح الخير. موجودين؟ مرحبا موجودين. يلا صربي راسك قبل ما يعمر الحمام. فين اسماء اختي ما غاديش معايا الحمام؟ ما بغاتش بنيتي ما كتحملش الحمام. واش هتلر ماشي بحالك بغاني شي بزز. انت سوقتي شويه صافتي كره وسوخاتك كي الشعريه وانت مازال تتحلي فمك. جيب معاك شويه الصابون اللي بالدير معدنيش. جبتي معاك الليمون؟ ويلي ضروري انت هبله ولا مالك؟ يلا صربي راسك صربي راسك عف اختي. ونزلوا معايا ود بشار راني داوي معاك داخله فيه وزيده بتبعصيص ود بشار راني داوي معاك. لا دحيت اش وقع لك؟ ويلي جيتو؟ ويلي علاش جينا نخليك بوحدك؟ ما وقع لي والو اختي علاش جايين؟ ياك ما مهرسه ولا شي حاجه؟ لا ما عندي والو اختي الله يعطيك الصبر غير سيروا للدار انا جاي. صح ما فيك والو؟ ما فيا والو اختي الله يعطيك الصبر. شكون ضربتي شنو وقع شكون اللي تضرب؟ اختك دخلت فيه وطيحاتني وما قادره حتى تهبط وتشوف اش واقع. هو انت اللي جيتي قدامها؟ اش بيني وبينك اخويا نهبط عندك؟ هاي الكونستاتور يجي يدير خدمته ما تفسطرش على راسي انا بغيت الهضره الخاويه. اش بيني وبينك دابا ياك حنا ولينا بخوش انا. خويا بلا ما تزيد عينينا في الهضره يجيو البوليس ونتفاهموا. صافي انت يا بلا ما تعصبي. صافي تعبني تعبني. سي عيشه دي حنا للدار عافاك وسبقوني راني جايه. صافي صافي على خطره. فين غنمشيو كيفاش على خطره؟ انت باغا تخليها هنا بوحدها وين يا عيشه؟ علاش كتقول لي هاد الهضره زعما شو حنا ما عمرشنا العين ما عجبيناهاش ولا؟ شوها حنا غنشوهو بها عيشه. استغفر الله العظيم. ما عجبنيش الحال هادشي اللي دارت. وبردي انا ما نكذبش عليك ما غاديش تتصرط ليا. صافي حنان صافي قالت خدمنا سيروا سيروا قدام عباد الله. صافي صافي ما قالتهاش قدام عباد الله. دارتها قدام عباد الله وديك الجوقه اللي كانت مدوراها. بيني وبينك ما سمعنا حتى واحد. اش منك نسمع لها حتى واحد عيشان على الشيطان راه كتجي منها بزاف. اختك الصغيره هذيك شوفي هذه دارت جميش وكي ولات. تعالاتي يلا وسيدي معاها. عجباتك هذه الحاله اللي دارت لينا؟ ها انا كنصيب من بخ الدم ما نكرهش. وزدتي فيه الحمد لله غير لقيناها على خير. ياك عيشه انا اللي زدت فيه اختي انا اللي زدت فيه ما سمعتيهاش اش قالت؟ جري 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 حنان وسيره جرني انا باليزه. وصافي مسحيها فيا الله يعطيك الستر راه غير الخلعه اللي دارت لها هكاك. انت اللي مدسترها عيشه داكشي علاش ما بقاتش كتحتارمنا. الله يهديك امام الله يهديك. واش تبغى غير معامن؟ سكتي نتيا وزمي ضل اوشك. وجلسي جلسي ترتاحي. ما عندي فين نجلس يلا خمشي وحب علىتنا الحمام قبل ما يعمر يلا. اختي راه ما بقاو ندير كابين الحمام غير سيروا نتوما. واش دابا كتضحكوا عليا ولا كتسري انا اللي دايره فيكم راسي؟ كراني تشللت وراجعه هزيتي يدك السطوله وتبعيني. وصاحبتي زدتي فيه ما انا شنو درت كاع؟ ما تعيطيش ليهم. لاش معيطه ليهم انت كاع؟
وشنو بغيتيني ندير؟ شت الناس بداو كيتجوقوا وداك خينا بدا كيغوت ياه وتخلعت عليك انايا. علاش هاد الحاله كامله؟ كسيده صغيره جا الكونستاتور دار الكونستو مريضنا ما عنده باس، علاش درتو لي هاد الفضيحه انا كامله؟ كتمشي للخدمه؟ عيطت ليهم شوفي ما شفتيني ما شفتك، خليني نطلع نشوف دوك الجعواقات تاهم. عرفتي مساك نكون شفتي حالتهم كي كانت قلبهم كان غير يسكت بالخلعه عليك. عرفتي شتوها لي كانوا غيشوهوني كون داشي واحد من لي كوليك وشافهم جايين عندي بداك الحاله وعرفهم خواتاتي. انا مشيت سيري. واش هز عليكم الشوهة؟ حنا اللي حسيت علينا الشوهة. سمعتي عيشة اش كتقول؟ حنا اللي ولينا مشوهين بك اختي ولا صافي يا لالا وليتي طبيبة درتي الجلحين. هادو لالا اللي انتيا ما عاجبينكش هما اللي ضربوا عليك القرفي ضربوا عليك تمارة في السروية باش وليتي طبيبة. صافي حنان صافي سيري يلاه اختي تشدي بلاصتك في الحمام. ياك دابا وليتي لي حاليا اللومة كاملة وعرفتي اش ديروا من اليوم ما تجيوش لعندي ما تعرفوني ما نعرفكم ما ناختكم ما انتم اخواتي انت قدامي. حنان وين دالي عايشة؟ حنان علاش الشيطان اختي؟ حنان اختي ابيسي الله حيداني عايشة حيداني حنان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم مش طراش مصطفى الله العلي العظيم شتشي فوالا وزيدي معاها بتجد على الاخرى. حنا ولينا كنحشمو بها ما بقيناش معمرين ليها العين. ها سيري 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 ديها 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 وسيري. ها هذه هضره الدقال الخواتات اكبر منها اللي ضربوا عليها الجفاف في السرويه باش نجيبوا لها هي باش تاكل باش تشرب وتتزوج قدام هذوك اللي كيقراو معاها. لا دابا صافي ولات طبيبه وراه بصح ما شوهتوها انت معايا ولا معاها؟ قال شوهناها مالنا اختي الا كنت انت غنشوه بك الله يقطع لك جدر. ها ويلي على غديدي ها ويلي على غديدي ولا صافي دابا ولات طبيبه ولا تلبس لك على الحوايج الغاليه والسكان ديال الفريع ما بقيناش حنا معمرين ليها العين من اليوم. والله لا باقي قلت لشي واحد يلا معايا الحمام غنبغي الحمام غنمشي ليه بوحدي. وصافي تحيدي عليا من هنا انت قاعده كتنهدي عليا وتدبري لي في عويناتك. الله وزيد معاها هاي 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 لا عفريتا يلا وصل. سيري شوفي داك الماتيريال واش وصل. طهير طيب شوف 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 الحاجة حورية بثلاث الماتيريال ليك الله بلاش وهاد الصيف. هاي 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 عليك راسها دوري شوف شوف طبلة فلورال هاي هاي مزيانة ستي مزيانة اي والله يزيدها وما قلناش اي الله يزيدها وليني حنا خصنا نبدلو اللي بغا يبدل الماتريال شهر جوج شهر ثلاثة ملي تيكون السوق ناعس ماشي دابا اللي وقت الخدمة والكوا في الأثمنة. زوق تبيع إلا خسرنا الفلوس راه غنربحو الفلوس كثر أولا. حبيبتي الفلوس كيتخسروا بالعقل ماشي غير تنجيو حتى اللحوم. ما قلناش سيدي غاللحوم الماتيريال القديم ديالنا غنبيعوه لشي دريكتور يلاه قال بسم الله. حتى حنا الماتيريال ديالنا راه باقي مزيان والناس راه عاجبهم الحال. انا خفت غير يطلع لهم في الراس الماتيريال ديالنا ويهربوا لنا الكليان. ما تخافش ما غاديش يهربوا الناس كتقلب على المعقول ماشي على السوق. كي جات القهوة زوينة ايوا صافي غادي نبدلو هاد القهوة دابا. واش نبدلو هي كلفناها؟ ايوا راه هادي حبيبتي اللي كنسميوها الثقة ملي كنثيقو في شي حاجة ما تنبدلوهاش. واخا وتخيلي إلا كانوا عندك الثقة والمعقول وزيدهم حتى الزواق. لا أنا راه عندي بربعة راه عندي الثقة والمعقول والزواق وعندي لالا عويشة وراه كلشي على هاديك اللخرة. شوف 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 بدلات اللباسي ها انت العفريتة. شي دابا هاد السيده اللي انت مقبيله انت حاضيه الناس كيعاودوا عليها راه طيبه ما مزيانش. والصراحه انا واحد السيده كانت خدامه معاها جات قالتها لي ولكن الله اعلم ما نديوش الذنوب. الضمين ديالنا راه صعيب
ريال واحد ديال الجاوي تيبخر المدينه كامله. عندك الحق صراحه، بارك علينا هادشي. شربوا قيودنا. خاوله قصبتي عفاك صاحبتي، انا غنمشي نستاسيوني وندخل لكلينيك. لا ما فهمتش. شو ما فهمتيش؟ ما بغيتش نمشي نشوفونا انصومبل وصافي. وعلاش؟ انا ميدسان انت انفيرميير، انت صاحبتي وكان حمق عليك وعلى راسي وعيني وتو سكو تو فو، غير هي الناس داصرين وما كيفهموش هادشي، وانا خصني نبقاو لي ليميت بيني وبين الناس عافاك. واخا دكتور فهمت، راه ممكن تسهلي على راسك كثر وتقولي انا ما راضياش يشوفوني معاك. دابا علاش هكا؟ انا ما بغيتش نبقاو غير لي ليميت بيني وبين لي زانفيرميير وصافي، ما خصهمش يتسرو عليا. سلامة دكتور. على السلامة للعيدة. الله يسلمك، صافا لاباس عليك؟ الحمد لله بارك الله فيك. حجال وليدات كل شيء بخير. والله إلا توحشناك للعيدة. أنا توحشتكم الله يبارك فيك. على سلامتك. الله يسلمك. يا رب أحمد لي فاليز ديال العيدة راه مفتوح. واخا سي عادل. عرفتي من قبيلات وأنا كنقول شنو ناسية. ياك ما نسيتيش حاجة في المطار؟ لا هاد المرة ما نسيت والو. مي فغيمون اللي كيقول لك لو موند إي بوتي والله ما كذب. إيماجين شكون اللي كانت جالسة حدايا في الطيارة. شكون؟ وكون انت شكون؟ باراك اوباما. لا هو ترامب. ساره وهابي. ساره وهابي؟ شكون ساره؟ شكون ساره؟ ساره وهابي اللي كانت تاكوبين واحد الوقت. يا سي عادل دوز ابا احمد دوز. اه تلاقيتي ساره؟ اييه. كانت معاك؟ كانت حدايا سيدي. ايوا بقينا على الهضره 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 والله ما حسيت بالفول. المهم زوجات ولدات. لو طون باس فيت. اكزاكتومون يل باس فيت. واو شلونك تبدل؟ راه انت اللي بنت ليا مع عمرك تبدلي زين. ما كاينش هاد الفيلا جديدة. ما ماشي جديدة جديدة، صافي ماما سكننا ولكن أنا بقات فيا القديمة. واي بون، يا اون كغون ديفيرونس، مي بون. على قد ماما وعمي وهيدو. وانا نرجع للقديمه ما كرهتش شويه تخي نوستالجيك وعندي ذكريات تما. يخلي لي سيدي الذكريات الجميله والكبيده للشيشه. مازال دابا ملي كندوز قدامها تنقول ندخل نجلس شويه في الجريده قبيله، وانا كنقول غنسولك واحد السؤال وكنقول ماشي وقته. شنو دابا اللي تحت الضلوع من الجهه اليسار خدام ولا والو؟ انا ممكن تهضري اجي. واش تي سور كباقي طبيب؟ وي بيان سور. الوغ اشنو كاين تحت الضلوع من الجهه اليسار؟ كاين لي غان. تري بيان. كوا؟ كاين القلب مالو؟ هذاك القلب اسيدي ما ساكنو حتى شي واحد. الصراحه كريتو جوج المرات ولكن ما صدقوش ليا الكرا. عادي الاغاد. جو سي با كيعرفو انا ما بغيتش داك الزواج تراديسيونيل ولا نتزوج باش نستقر. تو سي هذيك الهضره اللي كيقول جو شيرش لام سور اللي تسكن هنايا وما تبقاش تخرج. اجي واش خويا رومانسي ما في خبارش ولا شنو؟ رومانسي جدا. زيد زيد. مرحبا بك اخيتي. مرحبا بك الجنه اختي. والله ما نكذبش عليك بقى فيا البارح الحال، خرجتي من عندي مقلقه بحال هكاك. وانت عجبك اختي الحاله اللي دارت فينا نادا؟ انا ما نكذبش عليك جيت غادا نتفرقع تفرقعت على بنتي. وما تديش عليها
راك عارفه ان هذا قلبها ابيض، راه غير البارح كانت مخلوعه. ايه عارفاها قلبها ابيض، ولكن ما كانش عليها دير لينا ديك الحاله. كون دارتها بيني وبينك عايشه نصرتها، ولكن هي دارتها قدام العادي والبادي. قالت تقول لك دي دي حنان وسيري حشومه، حنا راه خواتات، راه حنا اللي ضربنا عليها تمره ولات هكاك. وبيني وبينك شتينا حنا كيمشينا. اختي راه جات العيطه على غفله، تمينا غادي نتجاروا حيت حنا مخلوعين عليها، وكنا غادي للحمام وما كنا صحاب لينا لا كون قعدت تتزيزنا عاد مشينا عندها. صافي مسحيها فيا صافي. وانا تعرفيني يا عيشه اختي قلبي ابيض، نسيتها البارح دوزتها مع شغيمات. وكبي لنا كويس ديال اتاي. اهلا اهلا اهلا، مرحبا. والله الا مزيانه هاد المزيان اللي درتي. حبيبه كي درتي؟ صافا صافا. توحشناك توحشناك بزاف حبيبه حبيبه. كانت في السفره جبال ماما. خليك ليلي صافا. اش اخبارك؟ الحمد لله. كيف شويه؟ صافا ماما صافا. اوف شتوى. الله يسلمك عمي، مزيان اللي جيتي. توحشناك تونسيني شويه. حتى انا توحشتكم ماما. فين مهدي؟ مازال ناس ولي على باقي ناس؟ كاين شي حد كيناس في هذا الوقت؟ هذيك راه كيتكونيكتا بالليل وكيديكونيكتا بالنهار. ايوا خليها سيدي راه سيلاج، انا غيبدا في المسؤوليات غينسى هادشي كله. فهادي عندك الصح. شتك كتهضر بحال الا مشى عليك الدراهم. لا لا مازال ما مشاش، راه في لاكاع هذا يقلع. ايوا شد قما يقلع. ما تبدلتيش، عزيز عليك شدي فيا ياك. حنان وبزاف هادشي التقليق هاد البارح، مالك؟ هاد اليوم شفتك دغيا كيطير لك، اشنو كاين؟ واختي الساعات ولا مالك اختي مالك؟ ما كيسالوني الخدامة الفلوس؟ هو دا المدرسة ديالو مازال مخلصتهاش، والبنكة صيفطو ليا تلت شهور الطريطة ديالها أنا مازال مخلصتهاش، وش معانا مشاكل الحمد لله، ومع ذلك كنضحك. دابا غادي نتقلق ديال بصح، واش انا براني عليك ما تقوليش لي هادشي؟ حشومه عليك. مبارك عليكم اختي، نتوما غزيتكم مشاكل. عزيزي الطيب مسكين هاز كثر من اللحم الله يخليه لي. سكتي يا لبيله، حنا راه عائله وحده، ما تقوليش هاد الهضره. صافي في العشيه غادي نرجع عندك ونجيب لك شي بركه. لا لا اختي ما تشطنيش راسك، تزيريش راسك. سكتي قالك نزير راسي؟ سكتي حشمي، ما نبغيش نشوف هاد الدموع. الله يخليك لي عايشه اختي. يخليك لي يا حبيبتي. صافي صافي صافي، ما كيجيش معاك البكا، كيجي معاك هاد الضحك. يلا وريني دوك السنينات نشوف. خلي لي الجوهر. انت راه ما كيجي معاك غير الضحكه الهبيله. يلا خوي خوي الناس بكيتيني كاع. كولي كولي اختي مسمنات، كولي بصحتك. الله الا جيتي ونستي لي تفطري معايا كتقنطه. خودي المسمن خودي. بسم الله. بيتا قولي لي بقى ديك جارتك مديرونجياك؟ قولي لي. هو مرة مرة ولكن ما كنديش عليها. لا قولي لي، شوفي هاد المرة انت غنجبدي معها الصداع وتكون سخري اللور. عيطي لي في التليفون عفطة وحدة انا عندك. اللي فيك ما عندك. هو ما نخليش على اختي الدل. ايوا قولي. الخطرة تطولي شوية ولا غير الويكاند وتهربي؟ لا الخطرة ان شاء الله نبقى معاكم، تتقولوا لي غير سيري. صافي راجلك هو اللي استقر هنا في خطرة. عمي كنهضر على راسي. هو راجلك؟ طلقنا ماما. اش هاد المزح؟ على كاين شي واحد كيطلق بلا ما يشاور؟ وشكون قال لكم انا كنتمسح معاكم؟ فهمتش. انا شاورت معاك من بغيت نتزوج. انا نطلع بغيت نرتاح شويه. يلا نمشي معك. تطلع على ماما. خليك فيك. ميرسي. يلا سمعتي شنو قلت؟ نبيل واك اخويا ما جبتينيش اليوم. اخويا راسي غيتفركع ما نعش. قولي بعدا اش درتو حكم هذيك لاباسيون البارح؟ اسكت اصاحبي، ماشي درتنا واحد لا رياكسيون من البنش خلعتني كاع. الحمد لله كان معنا الدكتور البيض. ودابا؟ دابا صافا ميو، راه في لا ريانيماسيون ان شاء الله تقدر تنقز. والحمد لله. واسي ترخف على راسك، راه اون فان كونت اللي غتجيبها في راسك. انا نقول لك
Bonjour madame Jour. Bonjour docteur. Ça va? Ça va الحمد لله. Et vous? الحمد لله. كيف غادي مع الخدمه؟ الحمد لله. مرحبا بك معنا. سي جونتي لا لختيكم. وبون كوراج. نهاركم مبروك. ميرسي بوكو. المهم انا نخليك عندي اون اورجونس. تهلا لي فراسك. تهلا فراسك. دكتور نبيل. شكون هاد البنت عاد سلمت عليها؟ هادي لا تيست دابا. هادي نجوى. الدكتور البيض. دكور. ولا ما شفتها هنايا. هو غير وجدي راسك حيت تولي ديما تشوفيها هنا خرا يمكن تخدم معاها. ابو حتى هي ميتسان؟ لا هي لوغيه ديال واحد المدرسه كبيره ديال البيزنس خرجت فرنسا ولا دخلات. ايوا شاب ميتسان البيزنس ويلي انا تاتي الله يهديك راه اللي كاينين كاملين بيزنس داك الشيء اللي تنتي كتيقي بدوك الشعارات راه ما كاين ربي بشرى. مرحبا بها سيدي حتى حنا بغينا هاد لاكلينيك غير تزيد القدام. ما قلت لك والو خليني نمشي لخدمتي. من امتى وقع هادشي يا لالا مولاتي؟ هادي دابا واحد 3 mois. ياه 3 mois وكنهضر معاك في التليفون كنسولك على راجلك كتقولي لي لاباس. ايوا ماما راه لاباس شنقول لك؟ راه حنا غير طلقنا ماشي كنتحاربوا. هادي راه التطليقه الثالثه ما يمكنلكمش ترجعوا. واش عارفه هادي ولا ما عارفاهاش؟ عارفه ماما عارفه. ماما حنا راه عطينا راسنا فرصه وجوج وثلاثه وسقطنا في الامتحان. سي لا فينا. ياه واش غديري دابا؟ ما ندير والو نشرب هاد العصير ونطلبيتي. باص باص غادي تقتليني بهاد برودية الدم كتهضري معايا بحال ما وقع والو. اش واقع ماما؟ راه ما وقع حتى شي حاجة. علاش عزيز عليك غير دراماتيزي لي شوز؟ راه ما كاين حتى شي حاجة. ماما راه كيف ما كاين زواج كاين طلاق. داكوغ واش غادي نقول لك بنتي؟ الله يهديك. آمين. يا قلتي غتمشي تشوف فورنيسور. ايوا راه كنت غادي بصح المدرسه ديال اسمي عيطوا ليا. ياك لاباس؟ وشكون عرف؟ ما سولتيهمش؟ سولتهم قالوا لي خاص ضروري تجي وصافي. وصافي مالك كترعد؟ البنت راه في بيتها بخير وعلى خير. شوف المهم تفوتها وتجي فاش ما بغات. خاصك تكون دايره شي مصيبه ولا شي حاجه. مصيبه كاع؟ ويلي بنتنا اسماء ما كتشبعنا حتى هضره مسكينه. ديما سد عليها وكتحفظ الله يرضي عليها وما عندهاش كاع الصحابات. كون ما كانش بنت خالتها ما كنشوفو حتى واحد. ما نكذبش عليك برزتني هذاك لابيل. انت اصلا ديما مبرزت ما عقلتيش ملي كانت كتحفظ نادا مسكينه كانت هي سهرانه كتحفظ وانت كتبقى سهران حداها حتى نهار طاح لك الطوسي وهزيناك مرا بعد السبيطار. لا لا ماشي بحال نادا كانت تعاود ليا ايفريثينغ خايبه وزوينه. هادي راه والو داك السكات ديالها قتلني انا. لا لا غادي نمشي نتاكد من شي. فين غادي؟ الو بونجور ما بال سافا. الحمد لله الله يخطيك. نو يلا خارجه من لا كلينيك تعرفي نهاري الاول ديال الخدمه ما قلتها عليك البارح الله يهديك. على فين كنتي؟ سيبر قلبي لي شي حاجه على بال ما نوصل عليك وديري بحسابك راه عندي غير ساعه وصافي حتى نجي ونعاود ليك عاد.